وكنعطيوها الماء يعني كنشوفوها من تعشى حتى اللون ديالها كيكون نضر كيكون زوين. ترطيب البشره نفس الشيء. حنا ملي تيجي البرد اكيد بمجموعه ديال المشاكل كتصيب البشره ديالنا الشعر ديالنا، غنحاولوا نتعرفوا على هاد المشاكل هذا ونلقاو لها حلول بسيطه سهله من المطبخ ديالنا مع السيده ملكه منصف خبيره التجميل بمدينه الرباط. سيده ملكه صباح الخير، اهلا وسهلا، بدايه اسبوع موفق ان شاء الله. شكرا، صباح الخير لكم الطاقم ولجميع المستمعات والمستمعين. نعم ملكة، يعني مع حلول فصل الخريف والبرد يعني مشاكل كثيرة كتعرض البشرة ديالنا. تمام، من دابا إلى جبنا بعد البشرة ناشفة من الصيف ودخلنا على البرد، البرد هو أكثر الفصول اللي تتنشف البشرة، هو البرد، بحيث لاحظوا الناس اللي البشره ديالهم ناشفه الا ما تهلاوش فيها تتولي من بعد كتاكلهم وتتولي فيها القشره، تتولي حرشه، ما تتبقاش يمكن تقبط المكياج ما كيبان فيها حرش وفيه دي بلاك في الطبايع مقشرين، يعني بعده مشاكل. فلهذا من الصيف خصنا نداويو الليبوسيه ديال الصيف اولا باش ندخلو حنايا بواحد البشره ديجا يعني مرطبه ومزيانه للبرد باش نستعدو للبرد عاوتاني ونتفلحو اكثر مازال في البرد. ولهذا تنعطي نصائح اللي خص اولا نصائح الاولى اللي غادي نعطيهم هما الحوايج اللي يتجنبوا السيدات باش ما تكونش عندهم البشره ناشفه. نعم، اولا ما خصهمش يغسلوا وجههم بالصابون اللي عندهم البشره ناشفه، ما يغسلوش بالصابون، الصابون يعني داك اي صابون، ما عدا دائما تنقولها واحد الصابون تتباع في الصيدليات تسميتو الصابون بلا صابون، يعني بيدان صابون سون صابون، تيكون هو تيغسل الوجه وتيجيب لك اللي راه فيه الصابون هو لا مصوب بالحليب. اولا هادو السيدات اللي تيبغيو يغسلو بالصابون، ثانيا يمسحو وجههم بالحليب وبطونيك او بماء زهر او بماء ورد يعني في الليل. نعم، ما يحاولوش يحكوه ويبداو يحكوه بزاف ويكرطوه باش يقولوا راه غادي باش يرطب تيزيد يبس كثر الا ما كانوش كيداويوه من بعد. ثالثا ما يديروش ليكرون الواقي الشمسي على البشره مباشره، حتى هي تتنشف البشره ما كتفيدهاش. تخص تدهن السيده اول ما تفيق وتغسل وجهها تدهنو بالكريمه المرطبه اولا، عاد تجلس واحد نص ساعه ولا حتى تفطر ولا تكون غاديه عاد تدهن الواقي الشمسي. ملي تدخل الدار ما عمرها تخليه اولا تبات به اولا ضروري توصلو داك الواقي الشمسي، خصو يتوصل ضروري. ودير الكريمه في الليل او زيت، تنصحهم باش في الليل يعملوا زيوت يعني بحال دابا زيت ارغان او زيت اللوز، هي اكثر الزيوت المرطبه. نعم في الليل، او لا الفازلين بأضعف الايمان، هذيك الفازلين راه رخيصه ومزيانه بزاف كتخلي الجلد رطبه، او من المواد اللي مصنوعه من الوزراء او لا من برد كاريتي، هذاك زيت زبد الكاريتي حتى هي مزيانه بزاف كترطب البشره اللي ناشفه. علاش؟ لان البشره علاش ناشفه؟ لان ما عاد في بحال البشره الدهنيه عندها دوك الافرازات الدهنيه ما عندهاش تماما، هذا هو علاش هي ناشفه بزاف. فحنا بهذا الدهون وبهذاك الكريمه المرطبه الصباح والليل هذه الدهون تنخليوها تبقى تفرز شويه ديال المواد ديالها طبيعيه باش ترطب وترجع طبيعيه. ولهذا ما نخليوش البشره ديالنا ناشفه نهائيا. نعم، يعني قلتي لنا ملكه عدم الغسل الوجه بالصابون، ومن الافضل ان اللي بغات تغسل وجهها تشري داك الصابون اللي بلا صابون. واش هاد الصابون اللي شريناه من الصيدليه اللي ما فيهش صابون ما كينشفش البشره ممكن تستعمله يوميا ولا لا؟ اي يوميا كينشفش البشره، بشرط انك تعملوا الكريم مباشره من بين الكريم المرطب. نعم، لانه ما تيضرش بالجلده. نعم، وخاصه يوميا يعني با اغريسيف، فهمتيني؟ ما تينشفش البشره، ما تياخذلهاش الدم اللي فيها، يعني مرطب. نعم، وثالث ولا رابع حاجه اللي ما خصوش السيده تعملوها مال البشره اللي ناشفه، انهم يمشوا للحمام ويخرجوا منه والبشره ديالهم تزيد تلبس حتى يوصلوا للدار، مباشره من يخرجوا يمسحوا وجههم يعملوا الكريمه باش يحبسوا داك اللي ضغطاتهم داك الماء اللي في الزقوب وجههم طيله وجودهم في الماء وفي الحمام يخليه في البشره، بحيث ملي تيخرجوا وتينشفوا وجههم ويخرجوا باليابس البشره تتيبس كثر. نعم، تتزيد. ولهذا خصهم يحبسوا داك الماء بوضع على كريم، يديو كريمه مرطبه يحطوها على الوجه زيت
اي حاجه ولكن ما تخرجش السيده بلاش. نعم. بلا ما تدهن وجهها من الحمام او من لما تغسل في الدار او تقول بلاتي يعني تعجيل الامور ندير لها كريم مباشره 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 تنصح دائما غير تمسح الوجه تدهن ساعته. وطبعا شرب الماء شرب الماء واكل الخضروات والفواكه كما تقول دائما. نعم هذا السر باش نحافظوا على البشره باش نحافظوا عليها دابا يعني ما يمكنش نديروا ماسكات نعم ما يمكنش نديروا ماسكات ولا كريمات ولا اي حاجه وحنا ما كنديروش الاساس الاغلاط حنا كنديروا الاغلاط يعني ضروري هذا هو علاش بديت سبقت بالاغلاط اللي نحيدوها بعدا من الطريق وغادي نبداو عاد ان شاء الله غنعطي الوصفات وغادي نوريهم كيفاش يتعاملوا مع هذه البشره الناشفه اللي هي اللي كتؤدي لجميع المشاكل. نعم كتدي الامراض كتدي ديال البشره كتدي التجاعيد المبكره نعم بزاف ديال المشاكل من بعد منها. نعم مريكا شكرا جزيلا مريكا على هذه النصائح نتلاقاو غدا ان شاء الله في نفس الموعد كنتمنى لكم سعيد مع السلامه مريكا الله يبارك فيك لاله شكرا.